على بعد أيام من بداية السنة الثالثة من الثورة السورية، لا يبدو أن أي حل سيتقدم على الحل الأمني. وفي هذا السياق برز اليوم تصعيد عسكري غير مسبوق وقصف مكثف جدا على أحياء حمص القديمة من عدة محاور، خلف انفجارات ضخمة تهز مدينة حمص بالكامل، واشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام في أحياء الخلدي، باب هود، باب الدريب، الصفصاف، القصور والقرابيس، جراء محاولة جيش النظام اقتحام هذه الأحياء على ما أفاد إعلام الثورة. إعلام الثورة أفاد عن قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على مدينة دارية بريف دمشق. ومن دير الزور جاء أن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش الحر وجيش النظام في حي الحويقة. ومن درعا أفاد إعلام الثورة عن قصف بالمدفعية على أحياء درعا البلد من كتيبة المدفعية المتمركزة في ملعب البانوراما، وعن قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة على بلدة جملي بالتزامن مع استمرار حصار الجيش الحر واشتباكات في محيط سرية الهاون في القرية، وقصف مدفعي عنيف يستهدف قرى وبلدات وادي اليرموك. إعلام الثورة أفاد عن قصف مدفعي من قبل قوات النظام على الريف الغربي في حماة بالتزامن مع قصف كل من حاجز قريتي تل ملح والجديدي من قبل قوات الجيش الحر. وفي اللاذقية غربا أفاد إعلام الثورة عن قصف بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي على عدة قرى في جبالي الأكراد والتركمان ومصيف سلمى بريف اللاذقية، بالتزامن مع استمرار القصف العنيف على المنطقة براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة. رمزي المصري، العربية.